مشكلات الجانب الأمني في وادي حضرموت تطفو على السطح من جديد بعد أن حصدت أرواح عديدة. ففي أواخر شهر مايو من العام الجاري تم اغتيال مدير الأمن بمديرية شبام بوادي حضرموت ومرافقيه في كمين سجل ضد مجهول. بعد هذه الحادثة الشنيعة تدعى حلف مرجعيات ورجال قبائل حضرموت لتدارس الاختلالات الأمنية التي راح ضحيتها العديد من أبناء المحافظة وتعزيز الجانب الأمني، وذلك من خلال وضع مناشدات لرئاسة الدولة. القضية تحت راية الحلف، تحت راية المرجعية، تحت راية المؤتمر الجامع. هذا هو الصوت الحضرمي الذي يقرر الاتجاه والسير نحو تحقيق هذا المطالب، المطلب الرئيسي اللي هو مطلب تحقيق الأمن. رئاسة الدولة تجاوبت بصورة سريعة مع مخرجات لقاء القبائل المنعقد في المسيلة الذي دعا له رئيس حلف قبائل حضرموت، وذلك من خلال تشكيل لجنة عسكرية للاطلاع والوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية وملف الاغتيالات بالوادي والصحراء. يعني ما تم العمل فيه وما هو عمل اللجنة الرئيسية هو التهدئة والوقوف بصورة عاجلة على 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 مجمل الاختلالات الموجودة والإعاقات والصعوبات لكي يتم يعني رفعها إلى فخامة الرئيس لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال. فأبناء حضرموت متمسكون بالدولة ويحافظون عليها كونها هي المظلة الوحيدة التي يتساوى تحتها الجميع. فمن واجب الدولة تعزيز الجانب الأمني في كل شبر على تراب الوطن لينعم الجميع بالأمن والأمان. إننا يجب أن نتجاوز مرحلة الكلام والوعود. نحن اليوم لا نقبل أي كلام أو وعود لا تنفذ، لأننا شبعنا، ملئنا وعود من كافة الجهات المختلفة سواء كانت المحلية أو الخارجية. فحضرموت الوادي المنطقة المسالمة التي لم يصل إليها أي صراع سياسي أو عسكري، فأبنائها دوما ينشدون الأمن والأمان والعيش الكريم بعيدا عن منغصات الواقع المرير. فهمي بارماده، قناة سهيل، سيئون.